الريت مالتي مخرج ما تحب تتعامل وياه لو يصبوا لك الموضوع بهب عراقي صدق كذي. اذا ما عجبك اكل طحين. لا ما تقدر تحكي اذكر اسمه. لا لا تاكل. كل المخرجين اوجه لهم تحيه. لا راح لازم اذكر لك واحد. اذكر لي. تريد نتورط؟ لا حسين عجاج. لا هذني يسمون صعاديات. شنو صعاديات؟ هذني الصعاديات عوفن. احنا نسوهن على العالم. انت جاي تبيع مي بحاره السقايين. مخرج اي مخرج يعني برنامج او ما له علاقه باي شيء سولف فيه. اوكي صديقي ومون علي. من هو؟ هاي ما هاي ها؟ بشرفك. خذها هناك يمك واكل حتى تاخذك الميديم حتى تطلع بالجو. شلون جاي تاخذك بيا الرحمه هسه مو تاخذني. طحين موجود اذا تريد. لا ها رجعوا للحي بشرفك. يا حي تغرى اشتهى قصه حب. هاي شنها هذا؟ مثل ما واحد امه من صايم برمضان تعال بس ذوق الهاي. شنها جاي تدعي لو جاي تقول لو جاي شو تسوي؟ شوي شوي بعد ما يصير ما كلت لازم تاكل. ذكرى لا ما اقدر لعده اسباب يعني كل المخرجين العراقيين هم خير وبركه واكيد العرب مو افضل منهم وكل واحد عشت وياه تجربه يعني جميل. الاغلبيه العظمى من المخرجين انا مشتغل وياهم جميل وكلهم تشرفتهم وكل اذا تعطيني كلينس هذا الكلينس ايش بينج موك اكل والله طبيعي الموضوع ترى طيبه طحين طبيعي جيبونا شباب خابرونا أبرون على الحريق